لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدين الكرام وأولادنا قادرون باختلاف في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثالث من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ العباقرة قادرون باختلاف بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 6885 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف النهاردة حيوصلوا النقط لكام. النهاردة عندنا مباراة في دور الثمانية، وأول فريق مشرفنا في الاستوديو أول المجموعة الأولى، 6 نقاط و400 نقطة إجابات صحيحة من 3 ماتشات. نلعب كلها فريق الكرنك. أنا بحب محمد أسامة لأنه متعاون معنا عشان بيساعدنا يدوس على البزر ويخلينا جاوب. الحقيقة أنا أعرف محمود سمير من قبل البرنامج، وهو الحقيقة هو اللي رشحني للبرنامج، وهو كان اللي بيحمسنا إن إحنا نتحرك ونذاكر أكتر وإن شاء الله نكسب ونوصل للمربع ده. مريم إضافة كبيرة جدا لفريقنا، هي متميزة في مجالات كتير زي الفنون والتاريخ، وأنا مبسوط جدا على مستوى الشخص إن أنا تعرفت عليه. أنا مبسوطة قوي إن أنا تعرفت على أبانوب، هو شخص مجتهد بيشتغل كتير على نفسه، كان ليه دور كبير في وصوله لدور الثمانية. أشكر برنامج عباقرة، أنا أكسب النهاردة. فريق كرنك حمد لله على السلامة. السلام حضرتك. وألف مبروك صدارة المجموعة. الله يبارك فيك. ولكن دي مش حلوة. أيوة، في دور المجموعات ما بنعترفش بأول المجموعة ولا بتاني المجموعة، بنعترف باللي هيحصل في الماتش. أكيد. ولا ايه رايك يا محمود؟ الموسم ده موسم اصعب شويه من التالي من المواسم اللي فاتت، الناس مستوياتها بتبقى اقوى، الفرق بتبقى اقوى مع الوقت، يعني من الموسم الاول لدلوقتي بالتالي الناس كمان مستوياتها فرقت، فبالتالي الاسئله بقت اصعب. مش بس كده، كمان في تكافؤ ما بين مستوى الفرق. كبير جدا، يعني الماتشات كلها بتنتهي على اخر سؤال، ده معناه ايه؟ المستوى متقارب. اكيد مفيش حد قادر يخطف ويجري من الأول. محمد أسامة، عودة حميدة. الله يسلمك. الفريق محتاجك، جاهز؟ إن شاء الله. أبانوب. أيوة. إزيك يا أبانوب؟ الحمد لله. كله بخير؟ كويس. متوقع إيه من ماتش النهاردة؟ هيبقى ماتش حلو، الأفضل هو اللي يكسب. إزيك يا مريم؟ الحمد لله. كنت متوقع إن أنتوا تاخدوا صدارة المجموعة؟ كنت متوقع ان احنا هنصعد، لكن الصدارة كان عليها، يعني هي دي اللي كان عليها كلام. طبعا احنا معانا النهاردة كمان محمد عياد ومعانا محمد اكرم، موجودين هما الاثنين، ومعاهم سلمة الجعفري اصغر مدرب عام في تاريخ العباقرة. طبعا والدها الاستاذ محمود الجعفري عنده ظروف واحنا مقدرين جدا، عشان كده اعتذر عن الحضور. بعدين احنا عارفين ان عيلة الجعفري كلها بتساعد، صح؟ صح. تمام. فريق كرنك بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق كرنك. أما الفريق تاني اللي مشرفنا في الاستوديو تاني المجموعة التانية، 6 نقاط و475 نقطة إجابات صحيحة من 3 ماتشات، لعب كلنا فريق رمسيس. أيمن بحر أكتر حد معتمدين عليه في الفريق، وأكتر حد أنا بستعد معاه وأول واحد اتعرفت عليه. إن شاء الله نقدر نعمل مع بعض حاجة كويسة، وأنا مبسوط إن أنا انضميت للفريق اللي هو فيه، وإن شاء الله نقدر نفوز مع بعض بالبطولة.
انا مبسوطه من وجود محمود درباني معانا في الفريق، هو شخص مجتهد جدا، واتمنى له كل التوفيق ويحقق احلامه ويخش كليه اللي هو عايزها. محمد عبد العظيم رغم انه بيشارك لاول مره الا انه مستواه كويس جدا، اجتهد معانا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا للفريق ويكون سبب رئيسي في وصولنا للمربع الذهبي. ندى صبري من اشطر الناس اللي موجوده في الفريق، رحبت بيا اول ما شاركت وجمعت لي اسئله كتير، وكان لها دور كبير جدا ان احنا نوصل لدور الثمانيه، وان شاء الله دورها يكون مستمر ان احنا نوصل لنص النهائي. الفريق انسيس عاوز يكسب انتر دي نقط، ان شاء الله الكاس حفوظ كاس عباقره. فريق رمسيس الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. ايمن بحر، ايه رايك في الموسم ده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ هو يمكن زي ما محمود سمير قال المستويات ارتفعت، وده لان الناس بتبذل مجهود كبير جدا جدا في الاستعدادات، فبالتالي الفرق ما بين الفرق وبعضها بدا يقل جدا، فبالتالي الحالات بتبقى اصعب وامتع بصراحه. والماتشات بتنتهي على اخر سؤال. معظم الماتشات بتنتهي على اخر سؤال، ودي بتبقى حاجه ممتعه جدا، فبالتالي الموسم صعب يعني. لا انت شفت اللي حصل مثلا ما بين وادي الملوك وايزيس مثلا؟ دي اغرب حاجه حصلت في الثلاث مواسم. اغرب حاجه حصلت، عايز اقول لك حاجه ممكن تكون في تاريخ البرنامج، يمكن يعني ما شفناش من ماتش الدلتا وبني سويف مثلا في الموسم الثالث جماعات مثلا. بعدين خلي بالك، سيبك من ان في 100 نقطه راحوا الفريق ايزيس، ولكن السؤال الاخير في عجله الحظ خلى وادي الملوك من اول المجموعه لخارج البطوله. عشان كده الموسم ده غريب جدا. هو موسم ممتع يعني، دي برضو حاجه ممتعه طبعا. ازيك يا ندى؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. رسالتك ايه لفريق الكرنك؟ بالتوفيق. تحس ان بالتوفيق بس صغيره شويه. بس هي ندى طيبه، ايه دي مشكله؟ نروح لمحمود درباله، جايز يبقى ليه راي تاني. والله ان شاء الله الاكفى هو اللي يفوز. ده ايمن بحر معلمكم وحفظكم. ومش ايمن، المدير الفني. المدير الفني النوي، عمرو النوي طبعا عامل معاكم مجهود جامد. ها طبعا جداً. طبعا طبعا. وعندكم وافد جديد النهارده محمد عبد العظيم، اول مباراه ليك وفي دور الثمانيه، احكي لي احساسك ايه؟ مبسوط بالتجربه ومستمتع اني بعد وقت طويل وانا بتابع البرنامج هكون جزء منه وجزء من عيله العباقره. تعليمات المدير الفني ليك ايه يا محمد؟ نحنا ناخد وقتنا في التفكير ونركز. طب ومعتصم كان رايه ايه؟ تومي الزعيم بقى شايف الموقف ازاي؟ لا تومي الكل في الكل، تومي اللي يقوله هو يمشي علينا كلنا. زعيم زكي يا تومي؟ كويس الحمد لله. الحمد لله تمام. فريق رمسيس بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلها فريق رمسيس. مباراة مهمة في دور الثمانية، والعباقرة قادرون باختلاف خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي جنسية نيك فيوتيتش مؤسس منظمة الحياة بدون أطراف؟ اتولد بمتلازمة نقص الأطراف الأربعة، فضل يتعرض للتنمر لدرجة أنه فكر في الانتحار، وهو عنده 17 سنة أسس المنظمة دي وبقى من أشهر المحاضرين في العالم. Life Without Limits. الحقيقة ما عنديش المعلومة، بس يعني أتوقع من الاسم صربي. لا هو مش أوروبي عامة. إجابة خاطئة. ما اعتقدش ان انتوا هتعرفوا تجاوبوا على السؤال ده. ايمن بحر روسي. ايمن بحر اجابه خاطئه. استرالي. ايوه مين اللي قال استرالي؟ انا محمود درباله، انت اللي هتختار مين اللي يبتدي الاول. ان شاء الله فريق كرنك باذن الله. كده فريق كرنك، عشان محمود درباله الوحيد اللي قال الاجابه الصح خليته يختار. هتبتدوا الاول، واول فقره هي فقره العلم. العلم. فقرة العلم خمس أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب، وعلوم. كرنك أنت الجوكر؟ لسه ما قررناش، مش عارفين لسه، حسب الماتش إن شاء الله. جغرافيا. والسؤال هو: يفصل مضيق كانمون بين جزيرة كيوشو وجزيرة يابانية أخرى، فما هي؟
جزيرتين من 4 جزر أساسية في اليابان. عرض المضيق حوالي 700 متر، وبيمر منه حوالي 700 قارب يومياً. هوكايدو؟ هوكايدو؟ إجابة خاطئة. فرصة 10 نقاط. هونشو؟ اللي فيها طوكيو العاصمة. محمد عبد العظيم أول إجابة ليك، إجابة صحيحة. الله عليك. سؤال ما كانش سهل. أول 10 نقاط خطفهم محمد عبد العظيم من الكرنك. رمسيس أنت جوكر؟ حسب سير المباراة دلوقتي برضو. جغرافيا والسؤال هو، في أي من دول عرب إفريقيا تقع حديقة داي فورست الوطنية؟ اتأسست 1939 وبتغطي مساحة حوالي 3.5 كيلومتر مربع. من المناطق الخصبة القليلة في بلد أغلبه جاف. أيمن بحر لوحدك وإجابتك. موريتانيا؟ موريتانيا إجابة خاطئة. إجابتك يا محمود؟ جيبوتي. جيبوتي 10 نقاط. رجعت سؤال الجغرافيا، إجابة صحيحة. موطن لطائر الفرانكلين الجيبوتي. 10-10. سؤال في التاريخ القرن. سؤال صعب ولا سهل؟ لا ماليش دعوة. لا أتدخل. يلا بينا. يلا بينا. تاريخ والسؤال هو، تم توقيع بروتوكول سيفر عام 1956 بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ اتفاقية سرية بين حكومات 3 دول اجتمعوا من 22 ل 24 أكتوبر، كان لتنظيم رد عسكري. مريم أحمد إجابتك. ألمانيا. ألمانيا إجابة خاطئة. 20 نقطة. محمد عبد العظيم. فرنسا. الاتفاقية السرية دي كانت ما بين 3 حكومات، حكومة فرنسا فعلا، وحكومة الكيان الصهيوني بريطانيا، وحكومة إنجلترا. وإجابة صحيحة. كان لتنظيم رد عسكري بعد قرار تأميم قناة السويس. طبعا بعدها اتحركت القوات الإسرائيلية للهجوم على مصر. طبعا القوات الثلاثة دول اتهزموا في العدوان الثلاثي. محمد عبد العظيم خطفت الجوكر من الكرنك. 30. رمسيس 10 الكرنك. رمسيس سؤال في التاريخ، هناخد الجوكر؟ لا. ولا لا؟ لا. ايه رايك؟ ايه رايكم؟ لا. عمرو قال لا. عمرو قال لا. تاريخ وسؤاله، حاول البرق ابن عبد الله التميمي اغتيال أحد الصحابة عام 40 هجريا، فمن هو؟ كان من ضمن 3 من الخوارج اتكلفوا بقتل 3 من الصحابة. أيمن بحر. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما خرجش من بيته في اليوم ده، هو كان واحد من 3. بداية العرب. أيمن بحر إجابة خاطئة. واللي كان تم اختياره للقتل عمرو بن بكر التميمي، ده اللي كان مكلف بقتل عمرو بن العاص. محمود سمير إجابتك. معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان، وكل بيسقف لك. هو الطعم بخنجر؟ ديش المعلومة، بس طالما مش عمرو بن العاص وفي 40 هجرية كان خارج يصلي الفجر والطعم بخنجر ولكنه نجا من الموت. إجابة صحيحة. طب مين اللي اغتال سيدنا علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم.
20 الكرنك 30 رمسيس. بتجاوبوا أسئلة بعض مش ملاحظين كده؟ حلو ده، ربنا يسهل. تومي وأكرم، أكرم وتومي، وسؤالين 50-50. طبعا معانا سلمى وعمرو النويهي. عمرو النويهي وسلمى، أول سؤال لمحمد أكرم، جاهز؟ أنا جاهز. جاهز جاهز جاهز. 50-50 والسؤال هو: كم عدد ألوان علم دولة كوبا؟ كوبا؟ كوبا إيه؟ اتصمم 1849 إيه؟ صممه الشاعر في الدولة دي اسمه توربي تولون. ثلاثة. دوس على البازر، دوس. إجابتك ثلاثة. ثلاثة؟ آه. وما إيه؟ أبيض أزرق، أبيض وأحمر. أبيض وأزرق وأحمر، إجابة صحيحة، برافو عليك. اتعادلتوا. السؤال ما كانش سهل. السؤال اللي جاي زعيم، يا فرحتك. طب الابتسامة دي بعد ما تجاوب صح؟ يا خوف يا بدران، لو جاوبته صح اتزغرط. اتفقنا؟ 50-50 والسؤال هو: ما هو الحيوان الموجود على علم دولة سريلانكا؟ أسد. أسد. لا مش الأسد. لا شفت؟ شفت؟ أنا كنت قلقان والله. أسد والله. والله أسد. هو بالعافية؟ آه. هو نمر مش أسد. نمر. ستة قلت أسد، وأسد إجابة صحيحة. ضحكت عليك وخضيتك. فين بقى؟ فين الزغروطة؟ الله حلو يا عبد. ممكن؟ يا نهار أبيض يا زعيم. 10 نقاط، 40 رمسيس، 30 الكرنك. مش ممكن يا معتصم. يلا بينا سؤالين في الأدب. أول سؤال لفريق الكرنك أدب، والسؤال هو: ظل الريح هي رواية الأديب إسباني فمن هو؟ كارلوس زافون. كارلوس زافون. أنت قريتها؟ طبعا قريت الرباعية كلها. The Shadow of the Wind، إجابة صحيحة، برافو عليك. من أعظم الروايات في القرن 21، برافو عليك. اتنشرت في 2001. محمد أسامة 10 نقاط، 40-40. رمسيس. جوكر. دوس على البازل. أدب والسؤال هو: رواية من دفتر العشق والغربة لأديب مصري راحل فمن هو؟ رواية من دفتر العشق والغربة كتبها 1992 وفاضل 7 ثواني بتناقش مشاكل العشوائيات والمهمشين والانحدار الاجتماعي. رواية مهمة جدا. أيمن بحر إجابتك. جمال الغيطاني. جمال الغيطاني. المهمشين. مش عارف. أيمن بحر. إجابة صحيحة. عايش. مفاجأة من العيار التقيل. 20 نقطة، 60 رمسيس، 40 الكرنك. ده حظه ربنا عشان بس إيه؟ ده حظه فعلا. حظه خالص. حظه حظه. لأن طبيعي يقول خيري شلبي. علوم والسؤال هو: اكتشفت سمكة الكهوف الشوكية لأول مرة عام 1938 بالقرب من سواحل إحدى الدول الإفريقية فما هي؟ تم اصطيادها عند مصب نهر تشالومنا على الساحل الشرقي للدولة دي. النوع ده من السمك موجود من حوالي 400 مليون سنة.
خلاص مريم. نيجيريا؟ إجابة خاطئة. عمر السمكة نفسه بيصل لمئة سنة. ندى. جنوب أفريقيا؟ جنوب أفريقيا. يا ندى إجابتك ولا إجابت مين؟ كلنا. كلنا. إجابة صحيحة. جنوب أفريقيا ندى. برافو عليكي 10 نقاط. 70 رمسيس 40 الكرنك. مباراة صعبة ومتكافئة. آخر سؤال في الفقرة رمسيس علوم وسؤال. تؤثر متلازمة إيرلس دانلوس على أحد أنسجة جسم الإنسان فما هو؟ ١٣ اضطراب وراثي بيأثروا على النسيج ده. من أعراضه ارتخاء المفاصل وتمدد الجلد وتكون الندبات. يا حرام يا دربالة متدبس. دبسوك. أنا فاهم إجابتك. والله أنا أقول الكبد وخلاص. غلط طبعا. الكبد خليته أنسجة الجسم. دربالة طبعا. إجابة خزعبلية. كارنر أبانوب. الأنسجة العصبية. الأنسجة العصبية. محمود سمير كان عندك إجابة تانية؟ أيوة. حجيلك نسيج مشهور جدا ما فيش مشكلة. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. النسيج العضلي، النسيج الضام، النسيج المستديم، النسيج الطبقي. مريم. النسيج العضلي. النسيج العضلي. مريم ناقص 5 نقاط. أول سؤال ما يتجاوبش في الحلقة. إجابة خاطئة. لا، النسيج الضام. الكرنك 35 رمسيس 70. سؤال واحد بس ما تجاوبش في الفقرة الأولى. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 105 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.